وكيل وزارة الثقافة أخونا مستاذ أستاذنا عبد الناصر صالح. من جولة لزيارة كل مكاتب وزارة الثقافة في المحافظات للإطلاع على أوضاع المكاتب ودعم الأنشطة الثقافية وتعزيز العلاقة بين المجالس الاستشارية الثقافية مع المكتب وزارة الثقافة ومع الجمهور، لأنه احنا بحاجة إلى تكامل وضع تكاملي حتى نثري ثقافتنا ونغنيها في محافظة الكرم. هذه المحافظة الغنية بالثقافة والمثقفين، فمنها أبو سلمة ومنها عبد الرحيم محمود ومنها علي فودة ومنها وليد سيف ومنها عمالقة كثر ومنها صبحي شحروري ومنها أديب رفيق محمود وعبد الرحيم عمر وحكمة عتيلي، وهناك رموز ثقافية وطنية كبيرة فيها. إذن يجب علينا ومن واجبنا أيضا أن نعزز هذا الوضع وهذه الثقافة وأن نرتقي بها حتى نحقق أهدافنا الوطنية في الحرية والاستقلال.